السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ترند البرنس، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاجل من داخل مبنى الفيفا من مصادرنا الخاصة، الأخبار تقول بأن الفيفا رسميا تتفاوض على طريقة إنصاف الجزائر دون فتح الفيفا، وتم سحب كلمة إقصاء الجزائر رسميا بـ100%، والآن يتفاوضوا على كيفية إعطاء حق الجزائر دون فتح الفيفا، وسأفيكم بالتفاصيل. أولا بأول بارتاج كتير، لايك كتير، وانتظروا الخبر السعيد إن شاء الله بعد قليل.